طيب قسم الحل تاع البيانج راح ينزل راح ينزل على شكل فيديوهين، فيديو نمبر 1 وفيديو نمبر 2، راح تشوفوا هذا الشيء على اليوتيوب. المهم نيجي لكويستشن 2. كويستشن 2 حاكي لي انه هذا الشافت عندي، حكي لي ذس شافت از سبورتد باي، هذا سؤال سنوات طبعا، يجي السؤال سنوات. كويستشن 2 ذس شافت از سبورتد باي تو بيرنجز اي وبي، بيحكي لي الشافت دايامتر كانت بي ليس ذان 2.75، يعني ما بيقدر يكون اقل من 2.75 انشز. فالسؤال بيحكي لي select a suitable ball bearing لهذا البير اللي هو A for a service life of 10 في 10 يعني 10,000 hours و 99% reliability factor. تمام، فشو الحل بيكون؟ أول شيء بدي أحدد شو نوع البير اللي بده إياه، ball bearing مش cylindrical. ثاني شيء بنعرف لما يحكي لي دائما select suitable bearing suitable beer، هذا الكلام معناتها select a suitable designation number للبير، هيك معناتها. كمان في شغلة هسا بهذا السؤال بقدر دايركتلي احل على القانون اللي حلينا عليه قبل شوي تاع ال دي والعشرة، هذا القانون طبعا بما انه بول بير، لا لانه بالسؤال تاع قبل شوي كان يعطيني البي 2، هون لا البي 2 عندي وبدي اطلع سي بنفس الوقت، يعني احس عندي هون كان عندي ثلاث مجاهيل هون كلهم صاروا مجاهيل. ف الفكره انه الراديال فورسز انا اللي اطلعها، لما يجيب سؤال رسمه اعرفوا انه بدكم انتم تطلعوا الراديال فورسز. شو هم الراديال فورسز اللي هم الرياكشن اللي راح يصير؟ طبعا الف جاي هون جاي هون، اذا بدي اطلع هون راديال فورس هاي اسمها ار اي، وهون الراديال فورس ار بي. انا بدي مين؟ بدي الار اي لاني انا معني بالاي، هو بده لبي لا اي اطلع، بس نفس الوقت ما بقدر الا ما اطلع اثنين. هسه حكينا انه اذا كان الفورس بالنص بالضبط جاي على السريع بطلع على قوانين الستاتيك اكوليبريم، هذول باقي الكيس حطيناها بالتفاريخ حطيناها، بحكي انه اف بي على ال الار اي والار بي هيك بتكون بهذا الشكل، بس هون الفورس مش بالضبط جاي عندي بالنص. ليه؟ كيف عرفت؟ من الدايمنشنز هي مبين انها بالنص، بس هون بيحكي لي من الـ من الفورس للاي 20 انش بس كله 44 انش. لو هون زيها بالنص كان هون 20 وكان الطول كله طلع 40، معناته هي مش بالنص جاي. فانا بعرف انه الطول من هون لهون 44 ناقص 20 اللي هي قديش؟ 22 مزبوط، 22 انش من البير بي للفورس، وعندي ار اي بدي اياها وعندي ار بي على قوانين الستاتيك اكوليبريم. على قوانين الستاتيك اكوليبريم شو بعمل؟ اول شيء بحكي له انه سميشن للاف واي، طبعا الاف اكس ما في داعي فشش على الاكس عندي على الاكس اكسس، سميشن للاف واي بحيث انه الريفرنس عندي يكون لفوق هو الموجب بيساوي صفر. فشو بحكي؟ ار اي زائد ار بي الاثنين لفوق لانهم ناقص الالف لان الالف نازل لتحت ويساوي صفر. طبعا لما انقل الف للطرف الثاني بدها تصير الف، هي كانت هون سالب الف ما قلت هون الف، اذا هاي معادله واحد. الاشي الثاني بدي استخدمه اللي هو سميشن للميو المومنت عند النقطة A مثلا، خلينا نحكي تمام، وخلي الريفرنس تاعي كاونتر كلوك وايز هو يكون موجب ويساوي صفر. نيجي للفورس، الفورس من هون لهون جاي عكس مع عقارب الساعة كاونتر كلوك وايز، فهي دا تصير ناقص ألف ضرب 20 زائد. نيجي على الار بي، الار بي هيك عم بتروح مش هيك لا هيك، فهي معها كاونتر كلوك وايز فهي جمع، فخلص بحكي ار بي ضرب المسافة كلها قديش هي من هون لهون 44 انش ويساوي صفر. فعلى الحاسبة بنطلع الار بي، نطلع الار بي، فبحكي انه ناقص 1000 ضرب 20 زائد اكس اللي هي الار بي ضرب 44 اعطيني هالقد، اعطاني تقريبا 4.54 البي.
فهسه بحكي له from equation 1 اللي هي هاي، بس بعوض ال ار بي عشان اطلع ار اي اللي انا معني فيها اصلا. ار اي بدي اياها، بدي اطلع البير تاعها، السليكشن اختاره له. فمن equation number 1 بنحكي انه x ل ار اي زائد 454.54 equals 1000، فبطلع معي ار اي بتساوي 54546 باوند. هذا اللي بدي اياه انا، الراديال فورس اي. هسه احنا جاهزين انه نطبق على العلاقه هذيك؟ اه جاهزين تقريبا، لانه هسه رح نعمل كمان كذا خطوه. فشو العلاقه كانت تحكي لي؟ زي تعيد قبل شوي، خلينا نحطها قدامنا عشان نشوف. انا عندي بول بيرنج، معناته بحط علاقه البول بيرنج اللي هي ال دي على ال 10 يساوي سي على بي 2 تكعيب، صح؟ نايس. ال ال دي معي اياها، معي اياها، هو معطيني اياها بالاورز. هيو قبل شوي كان معطيني اياها على شكل ار بي ام، فرحت على جدول عشان اشوف شو التايم فاكتور واطلعها بالاورز، ولا معطيني اياها جاهزه بالاورز هي ال ال دي. هاي اللي هي ال ال دي، فاذا ال ال دي انا جيفن. السي بدي اياها، البي 2، البي 2 اللي هي ار اي وانا معي اياها الار اي. شو بضل عندي؟ ال ال 10. هسه في ناس رح تنط وتحكي انه ال ال 10 10 اس 6، لا غلط. ال 10 اس 6، ال 10 اس 6 ريفولوشن لما يكون عندي ريلابيليتي فاكتور 90%، لانه اسمها ال 10 يعني لايف اوف 10% اللي رح اسيبهم فيلير، واللي هي متممه 90% ال 100 90 عشان يصيروا 100. هون لا، معطيني انه 99% ريلابيليتي عندي. فشو بعمل؟ بس بتعرف شو بتساوي؟ نفس القانون ال دي، نفس الارقام ال دي معي اياها، اه معي اياها 10 في 10 قوة 3، معطيني اياها بالسؤال. ال 10 بحكي بنزلها زي ما هي وبضربها ب ريلابيليتي فاكتور، هسه راح نجيبه من تيبل معين. السي بدي اياها والار اي معي اياها، هسه طلعتها اللي هي 545.46 هيك. الار هاي من وين بدي اجيبها؟ الار تحكوا انه بدي اجيبها من تيبل، ما هذا التيبل اللي معي بالله وين راحت؟ اها هيا تيبل 14.6 اللي هو صفحة 578. بس بنط وبشوف شو الريلابيليتي اللي معطيني اياها السؤال، 99%. اه بس بحكي السي ار شو؟ 0.21 التي تمثل شيء اسمه اللايف 1. اذا انا هاي اللي بدي اياها اللي هي اللايف 1 اللي هي الفاكتور، ويساوي مش احنا بنشتغل من التيبل 0.21. فال ال 10 قد ريفولوشن طبعا هاي، ال ال 10 اللي هي 10 اس 6 وال ال والفاكتور هذا طلعته 0.21، فبتصير 0.21 ضرب 10 اس 6 وكله هذا معلوم. هاي عندي معلومه بس ضل السي مجهوله، فبنطلع سي. خلينا نشوف على الاله الحاسبه، طبعا تنسوا شلون التكعيب. خلينا نشوف على الحاسبه شو بده يعطيني السؤال. اوكي تعالوا. اوكي هي 10 في 10 قوة 3، هون اللي هي 10 قوة 6 بضربها بالفاكتور 0.21 لأنه عندي 99% ريلابيليتي مش واحد، لأنه الواحد اللي هي ال 10، هي ال 10 واحد الفاكتور تاعها، عشان هيك السؤال اللي قبل ما ضربنا بفاكتور. بنفتح قوس نحكي إنه السي اللي بدي إياها فهي إكس على 545.64 كله أس 3، فنشوف كيف بده يعطينا المعادلة. هاي
السي طلعت معي زي ما انتم شايفين هايها 197.7 بوينت 7 197.7. انتهى السؤال؟ ما انتهاش، انا لسه بدي اعمل سيلكشن، لساتني بدي اعمل سيلكشن. طبعا هون باوند. كيف السيلكشن راح يصير؟ بدي هسه اعمل بالضبط هيك، احكي له تيبل 14000 كانه، والله خلينا نتاكد. 14000. من التيبل 14000 شوفوا شو بتعملوا. تفتحوا عليه من ثلاث جداول، بلشوا من هون. السي قديش طلعت معنا؟ السي طلعت معنا يا جماعة 197.7، فبتدوروا على 197.7 بالدايناميك سي هيها. بالال بي احنا بنشتغل 197، هسا هون كله بالالافات، كله بالالافات. نطوا على اللي بعده، نطوا على اللي بعده، هون كله بالالافات لانه عم بيطلع معي. وهون نفس الاشي نشوف بالالافات كله. المفروض يكون اخر جدول. رقم غلط هون. احنا نحكي هون في صفر بوينت سبعة، 1970.7 بدي احكي. فبنرجع بنعيد من اول، بنرجع للتيبل. انا لاقي الرقم غلط من الآلة الحاسبة. نرجع هون على الجدول نشوف وين 1970. 1970 وين اقرب؟ مو ممكن اذا ما طلعش اكزاكت اشوف وين اقرب رقم له. هون فيش لينير انتربوليشن زي تشين درايف، لا هون بقرب لاقرب رقم من 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 فوق لتحت. طبعا قديش طلع معي انا الدايناميك سي 1970، نشوف وين 1970، مين اقرب شيء ل 1970. كنت دوره، هاي مشكلته انه الارقام مش متساويه. ما فيش، بدنا نحاول نشوف شو اقرب رقم له بالجداول كاملة. 1970 عشان اذا ما لقيناش نرجع للجدول الاول خلص. 1970 ما في، نرجع للجدول الاول نشوف شو اقرب رقم ل 1970. اوكي باوند، والله ما فيش غير هاي، هيو هدول 1900. في عندكم 1500 هون، 1200، 1700، ها 1790 احنا قلنا، هاي فش. الباقي كله مختلف الارقام، فمشكلته هذا التيبل بالدوارة. كيف بدي ادور؟ لانه كل ما في انه بالتساوي، والله بيكبر 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 بيصغر، لا ارقام راندوم جاي، فبتكون تدوروا رقم رقم وتشوفوا شو البست إنا. فاحنا طلع معنا 1790، انا طلع معي هون 1754، خلص هو اقرب رقم، ما فيش يعني مش طالع معي اكزاكت. هسا قبل ما نتهور ونحكي انه اوكي هاي معناته بوخ ديزيجنيشن نمبر 6202، في شرط احنا حكينا عنه المره الماضيه. بيحكي لي الشرط كان، هسا هو معطيني دايمتر شات بصير يكون اقل من 72، لازم البور دايامتر من هون من الجدول هذا يكون يا بيساوي، يا بيساوي يا انه يكون اكبر منه بشوي، اكبر منه بشوي عشان يقدر الشافت يدخل فيه، يقدر الشافت يدخل فيه. فاحنا وصلنا هون 1954 صح؟ شوفوا البور، هي مكتوب هون بور، هيها البور ديامتر بالانشز، بالانشز اوف صغير كثير 0.59. شو نعمل؟ شو بدنا نساوي؟ هذا يرفض، هذا ما بدي اياه، ما راح يقدر يركب الشافت عليه. فاللي بصير انه بدي اشوف ادور على رقم ثاني هسه غير 1954. فانتوا دائما نصيحه، حاولوا دوروا الهنت وين بيكون بالبور، دوروا شوفوا وين اقرب واحد ل 272 بالانشز. طبعا
شوفوا هون هاي واحد واحد واحد، هون كله واحد، احنا قلنا يكون اصغر منه او قده. هاي اثنين اثنين، هذا اكبر منه ما راح يدخل، هذا اكبر منه يعني، هذا على واحد شايفه، هذا اصغر منه في يعني تقريبا بيساويه. لا هو بده اياه، عفوا 72، لا لسه لسه، هاي 72 شوفوا، هاي 52 52 هاي هون. بس خلينا نشوف الدايناميك سي، 8000، 13000، 23000، شو الحل؟ يعني احنا لا قادرين ناخذ من هون ولا من هون، فخلص انتم مباشره بتاخذوا هاي 8476. فهي عمليه الدواره الزنخه، بس لانه بدي اصير انسق بين البور ديامتر بحيث انه يركب مع الشاف، بس في نفس الوقت يكون نفس الدايناميك سي اللي طلع معي بالحل. فش غير ناخذ 8476، انا بكثير اعلى من اللود اللي انا بدي انقله، اللي هو فعليا 1970 طلع معي. فالديزيجنيشن نمبر 6014، فخلص نحكي له النمبر اوف بير هذا النهايه يساوي 6014. وصلت تمام. السؤال الثالث نفس الخطوات اللي اعطاكم اياها الدكتور، اصلا محلول عندكم بالدفتر نفس الخطوات، بس تعرف شو مغير؟ مغير الريالابيليتي فاكتور. يعني لما ترجعوا على التيبل، لما ترجعوا على التيبل 14/6 بس راح تغيروا الفاكتور، وبنفس الوقت مغير لي يعني مغير لي ارقامه بس، لكن نفس المبدا، حتى هيو بول بير نفس الشيء، نفس المبدا بتحله لا يمين ولا يسار بتروحوا، ونفس طريقه السيرش بتعمله بالجدول وبس. هاي وهذا هو البيرنجز، ما يعني ما راح يجيب افكار اخرى الدكتور عليه. وموفقين ان شاء الله، ويعطيكم الف عافيه.